أحبتي، هذا الفيلم التسجيل الحقيقي باسم كلماتي ثلاثة أجيال سيكون صادما للغاية. نحن لا نعرف هذه المناطق لأنها نائية وبعيدة للغاية. كريباتي جمهورية من أصغر الجمهوريات في العالم، عدد سكانها 100,000 إنسان تقريبا، ومساحتها 800 كيلومتر مربع، ومؤلفة من إرخبيل من الجزر بما يقارب 33 جزيرة، في قلب المحيط الهادي، في المسافة الشاسعة الواقعة جنوب المحيط الهادي تقريبا ما بين أستراليا وأمريكا. منطقة سياحية بامتياز الآن، ولكن هناك مفاجأة رهيبة في آخر الفيلم، تابعونا. هذا هو العلم الوطني، وهذه أيضا موسيقى النشيد الوطني. مناظر أخاذ حقيقة. ولمدة ما قبل 100 عام لم يكن يعرف بها أحد. لقطات من رقصهم الشعبي وله دلالاته الكثيرة، وكما قلنا في الآخر هناك مفاجأة رهيبة. تابعوا معنا حتى نهاية هذا الفيلم الخطير وبنفس الوقت الممتع للغاية. زيارة إلى قلب المحيط الهادي على بعد 10,000 من الكيلومترات، كما نقول في أقصى الأرض.
هذا الفيلم أقدمه هدية إلى نور الحياة. من بين كل هذه الرقصات، هذه الرقصة لها معنى كبير. هذه الرقصة هي رقصة الأجداد، ربما قبل 100 عام. تلاحظون فيها رقصة همجية. لكن إيقاعها شديد، وهناك كثير من السياح الذين يجلسون ويتمايلون كما سنشاهد فيما يلي، يتمايلون مع إيقاع هذه الرقصات. لكن انتظرونا دقائق قليلة ونفهم السر. نلاحظ أنه قد تم تشذيب تلك الرقصة من قبل السيدات الجالسات ومن قبل الجمهور. كانت رقصة همجية وبدأت بالتطور، وكانها تاريخ تلك البلاد. أنا أستغرب فعلا كيف نشأت الحياة في تلك الجزر، وكيف وجد الإنسان هناك في منطقة نائية وفي أزمان لم يكن الإنسان قادرا فيها على تخطي تلك المسافات الرهيبة داخل البحار. لكنها الآن جمهورية معترف بها. كريباتي التقيت بإحداهن من هذا الشعب صدفة في قبرص. تحدثت معها وهي التي أعطتني المعلومة، وقالت، سنقول بعد قليل ماذا قالت. كتبت عنها قصة، تلك القصة كانت باسم
امرأة من الكانيبال. A woman of cannibals. امرأة من الكانيبال. الكانيبال قبل 100 سنة قالت لي إن جدها كان يأكل لحوم البشر. لحوم البشر بمعنى أنهم كانوا الوحوش نفسها. وخلال 3 أجيال عندما دخلت إليهم الحضارة تحولوا إلى شعب سياحي ويتطوروا في كل يوم رغم بعد المسافة. يرغب السائح بالسفر إلى هناك للاستجمام ونسيان كل مشاكل الدنيا. كريباتي الأسطورة، هذه هي حقيقة أمامكم. تحياتي وحبي إلى نور الحياة.